بعد لكم كم فيديو بس الموسيقى عصبت مالين بنسمع شرحك. نسوي لوحة فيها الفصول الأربعة. قسمت اللوحة أربعة أجزاء، حطيت يكتب بهالشكل، ببدي بهالجزء، حطيت ماي بحط لون في هالجزء بس خليه ينتفع بروحة. بشي رحين هالتيب بس بحطه بالعكس، نفس الشي بحط ماي لين اخضر، اشيل هالتيب وبحطه بالعكس، وهني بحط ماي وبرتقالي، بعد بشيل هالتيب وبحطه بالعكس، بحط بنفسجي الفرشاة صغيرة باخذ اسود وبدي ارسم الجذع هني. باخذ درجات منوعة من الاخضر، بحط هني اوراق، وهني بحط ورق شوي ورديين، وهني نفس الشي شوي بالاحمر، بحط شوي ابيض. شوفوا اللوحة شلون صارت، ايش رايكم فيها؟